مرحبا بكم جديد. مواصلين إذن في ولد ليقتل اليوم، نتعرف على شخصية الحقيقة من أغرب ما حكينا، شخصية عندها غرام غريب وما زلت ما حكيت لك عليه حد شيء، غرامه بالخنق تو تشوف ما أغرب منه بعد شوية. ماي وي هيروشي اللي قاعدين نحكيه عليه، اللي ما زال كيف قضى على طفلة عمرها 25 سنة جاتو تحب تنتحر، يا أخي ما انتحرتش، اقتلها. أما اقتلها على طريقته. كيفاش بدأت قصته هذا الوحش؟ أول البدايات الرسمية حسب المعطيات المتوفرة ترجع ل 1988، هو وقتها طالب. أصحابه يقولوا أنه كان طالب منزوي، ما هوش معروف بعلاقاته ولا بصداقاته، ولا كانت عنده صاحبة ولا كان عنده صحاب، ما عنده، ما منزوي على روحه. أول مرة باش يظهر اسمه باش يكون في علاقة بحادث بجريمة اللي باش تطرده بعدها الجامعة. كان قاعد لبس عليه، قام يجري اخنق واحد صاحبه من المجمعة متاع الجامعة ماشي للتواليت، خنقه للي قريب يقتله لولا تدخل بقية الطلبة. علاش يخنق فيه؟ شنو بيناتكم؟ حتى شيء. اما لا شنو فما باش خليك تخنقه الراجل؟ كلاستو البيضة. كيفاش؟ كلاستو البيضة. هذا غرامه الثاني، الكلاست البيضة. اللي باش نكتشفوه بشوي بشوي انه ما يتملكش روحه قدام الكلاست البيضة. اللي يشوفه لابس كلاست بيضة يلزم يخنقه. طيب نرجع لتفاصيلها من بعد. سي عائلة الطالب الآخر ما اكتفتش بالطبيعة أنه طردوه من الجامعة وشكيت به قدام القضاء، لكن هنا مش يبدأ تدخل بو هيروشي. بو هو واحد من الشخصيات النافذة في الأمن الياباني، عنده تاريخ كبير وهو من الأسامي البارزة، وكان ناوي يقدم أكثر وأكثر في الكارير متاعه. فحكاية كيما هكا تنجم تهدله اللي بناه الكل، فقرر أنه يتدخل في الموضوع وتقربوا من العائلة، واقترحوا عليها ما يعادل 150 ألف دينار توانسة فك الوقت باش تسقط القضية. وهذا اللي صار، وخرج هيروشي من الموضوع كالشعرة من العجين. طردوه من الفاك، خذالو بوه تاكسي باش يخدم تاكسي. يا أخي أشنو باش يعمل في تاكسي؟ واحدة من الحريفات متاعو باش تطلع معاه عمرها 17 سنة باش تطلب منه يوصلها لبلاصة معينة، إلا أنه باش يقترح عليها يعمل بها قصة ظريفة، قصة باش تعديهم من بحذا غابة وغادي باش يخنقها. لكن راو رد بالك، هو هوايته الخنق، اخنقها للي داخت ما مقتلهاش وبعد فاقت على روحها. بطبيعة الحال امشيت اشكيت بي وعاود اتدخل بوه مرة اخرى عند القضاء وعند العائلة ومنعوا من الحكاية كيما العادة. اما نحالوا التاكسي يا اخي مشي يفركس في خدمة، بعد فترة قعد يطلفح فيها ما لقى شنو يعمل، بعد مديدة باش يلقى خدمة، باش يلقى خدمة في البوسطة. غرامه مازال متواصل الخنق، اما الطريقة باش يبدلها. كيفاش باش يطيح الضحايا متاعو؟ اخذ بيستولي فرد تاع تنويم الحيوانات، يستعملوه لي فيتيرينير الطب متاع الحيوانات باش ينوموا بيه الحيوانات قبل ما يعملوا لهم عمليه ولا باش يهديوهم ولا باش يزرقوا لهم. خذا بيستولي هكاك وهو في البيرو، واحد من اصحابه متعدين ترف وضربوا بفلاش من البيستولي.
جاءك السيد مسلوب ولا مسبول، امشي يجري يخنق فيه. ما منع كان ما تدخلوا زملائه. تعدى مرة أخرى قدام المحكمة. المحكمة اللي باش تقاضيه المرة هذه بخطية، مرة أخرى باش يعاود يسلكها، أما باش يطردوه. والمرة هذه كي باش يضيع خدمته باش يقعد يتطلفح. البيتروا وليت ما شاء الله محرقسة، 5 سنين باش يقعد عاطل عن العمل، أما مش عاطل عن الهواية، ما زال يدور ويصور، وكل مرة يتيح على شكون في الكياس تبدأ الناس متعادي يهد عليها يخنقها. أغلب المرات اللي ما نعرفوش حتى عددهم قديه يمنع بالعملة متاعه حتى لين باش نوصلوا العام 2001 باش يعتدي على زوز نساء المرة هذه ويهرب. لكن زوز نساء شافوها مليح وعملوا بورتري روبو دقيق عليه، وبفضل هالبورتري روبو اللي تعمل عليه الأمن تمكن من إيقافه. والمرة هذه باش يتم الحكم عليه بعام حبس وثلاثة سنين سرسي. لكن القاضي ولا متحير، شنو حكاية هذايا السيد اللي كل مرة يهد على الجماعة اللي لابسة كلاست بيضة وعنده هوس كلاست البيضة؟ فعرضوا على مجموعة من الأطباء النفسانيين اللي باش يأكدوا أنه فعلا عنده هوس وعنده اضطرابات نفسية، لكن مش باش يقروا بعد هذا أي إجراء فيما يتعلق به، وباش يعاود بعد ما يكمل فترة العقوبة متاعه يخرج وكأن شيئا لم يكن. في 2002 هو مجددا طليق، وباش يحاول يشد روحه على نواياه وغرامه الغريب العجيب حتى لنوفمبر 2003. في واحد من لونهجة يشوف طفل صغير لابس كلاسة بيضة باش يهد عليه يخنقه، ويبدأ يهز في السروال متاع الطفل الصغير باش يشوف الكلاسة البيضة. هو كيكة وكرهبة متاع حاكم متعدية وتشوف العملية وتلقي القبض عليه فورا، وبالتثبت في التاريخ متاعه باش المرة هذه يقرروا أنه يتم التعامل مع الموضوع بصفة مختلفة. زعمة باش يتعرض على القاضي مرة أخرى، باش يعرضوا القاضي على طبيب نفسي، والمرة هذه الطبيب واضح وصريح في الحكم متاعه. هذا السيد مهووس وهو خطر على المجتمع، مهووس وخطر على المجتمع، لكنه باش يحكم عليه بعشرة أشهر أشغال شاقة فقط، ويلقى روحه بعد العشرة أشهر طليق باش يرجع للبلوغ. وفي 2005 يرتكب أول جرائم القتل متاعه اللي حكيت لك عليها. وبعد اللي عملوا في نجمته، وبعد ما قلق من يتفرج ويعاود في الفيديو، باش يتعدى للمرحلة الموالية، باش يرجع للبلوغ متاعو، باش يتواصل مع مجموعة من الناس اللي يقراو في البلوغ المعجبين به، باش يطيح زوز أخرين من ضحاياه، زوز أولاد حتى في الأعمار صغار في العمر، في 15 سنة، في 17 سنة. قلت لك أن وقتها الوضع ياسر ناس في اضطرابات كبيرة حتى في علاقة بحياتها. والأولاني باش يقضي عليه كيما عمل الطفلة بالضبط وباش يرميه في فوسي في الغابة، والثاني باش يتصل بعائلته على أساس هي عملية اختطافه وطالب فدية، ووقتها قاتله ودافنه.
وبش يخليهم يستنوا مدة معينة، ثم بعد ذلك ما عادش يتصل بهم. أمنيا الأمن كان ما يحبش يتواصل في الموضوع ويحكي لوسائل الإعلام، وهذه مشكلة أخرى، خطر كان عنده إحساس اللي هو في مواجهة قاتل متسلسل، وبالتالي ما حبش يثير الفزع في وسط الناس، خطر بداوا يفهموا أنه عندهم نفس طريقة القتل، الكلهم عورات ملوحين في حفر في وسط غابات، لكن ما قالوا حتى شيء. إلى حد الآن الأمن الياباني ما حبش يحكي في الموضوع بتفاصيله. وجرائم هيروشي ما زالت متواصلة، 3 أسابيع برك بعد جريمته الأولى، بش يستدعى طالب آخر يحب هو زادة ربما يضع حد لحياته، بش يستدعاه يجي بحذاه. الطالب هذا بش يخبر واحد صاحبه يقول له راني تحت بموقع كذا وكذا، وراني بش نمشي لمولى الموقع وعندي به لقاء. حاجة اللي هيروشي ما كانش في باله بها، هو بعد ما بش يصير اللقاء بش يعمل معاه الواجب، نفس الإجراء من الخنق للدفن في وسط الغابة اللي قاعدين نحكيوا عليها، وساعات فما اغتصاب وساعات ما فماش، انت والحالة. ثم اللي كان فارق في هذه القضية أنه المرة هذه بعد ما باش تتلقى جثة هذا الشاب اللي ما عناش عليه معطيات، روا قلت لكم فما تكتم صار حتى على نشر المعطيات، وقتها بعد ما اكتشفت جثته وبدأ يتحكي عليه، الطالب هذا باش يتقدم للأمن وباش يعطي معطيات اللي تفيد بأنه صديقه حكى له على هذا الموقع وقال له راني باش نقابل مولاه. العملية مش باش تكون صعيبة ياسر المرة هذه على الأمن الياباني، كي باش يعرفوا اسم مولاه ويشوفوا تاريخه الأسود في الجرائم باش يتم إلقاء القبض عليه مباشرة في أوت 2005. داير الملفت منذ أن تم إلقاء القبض عليه هيروشي وحده قال الأمنيين يلزمكم تشنقوني، ما عادش النجم نواصل في اللي نعمل فيه. وباش تنطلق محاكمته، محاكمة باش تكون نوعا ما تاريخية في اليابان، خاطرها باش تغير برشا حاجات، تنعطيك تفاصيلها من بعد. لكن هل ولد مايوي هيروشي ليقتل؟ هيروشي هو مواليد 1968، البوك كادر في الأمن كما قلت لك، والأم اللي هي ما كانتش ياسر مهتمة بالوضعية النفسية اللي نجموا يكونوا عليها صغارها. البو اللي نعرفوها أنه كان عنيف مع صغار وتربيته صعيبة فيما يتعلق باحترام القواعد والانضباط، والمعطيات المتوفرة على هيروشي الوحيدة تقول أنه غرامه كان منذ الصغر مطالعة قصص القتلة المتسلسلين والحكايات متاعهم والتفاصيل متاعهم، ومطالعة حتى لبون ديسيني الإجرامية. هذاك علاش حتى وإحنا في برنامج المحقق ديما نذكر أنه مثل هذا النوع من البرامج ماهوش معد للصغار في العمر، لا يمكن أنه يكون برنامج معد حتى للمراهقين، هو برنامج الناس وصلت تعرف تفرق بين اللي يتعمل واللي ما يتعملش، ناس اللي عندها ما يكفي من المعطيات اللي باش تخليها تعمل هذه التفرقة. على كل حال هو كان غرامه انطلق من غادي، ويقال أنه غادي وين شاف أول مرة المشهد متاع الخنق في واحدة من القصص فعجبه، فقرر أنه يتحول ويولي يعمله هو على أرض الواقع. قلت لك محاكمته باش تستمر
وباش تكون فيها عدة تطورات واستئنافات متعددة حتى اللي باش نوصلوا للحكم فيها سنة 2009، وهو سيكون بالإعدام وسينفذ حكم الإعدام شنقا في حق هيروشي في اليابان في سنة 2009. لكن البلاد عرفت زادة وقتها نقاش طويل عريض، نقاش على حكاية اللي قلناها قبيلة على المجتمع اللي عايشين فيه، نقاش خلى برشا جمعيات تتعمل للمرافقة النفسية متاع الناس، الناس اللي يلقاو الملاذ الوحيد اللي يبدا عنده تعب نفسي، ولا الملاذ الوحيد يمشي الواحد عنده بلوج يحب يخنق العباد. بالتالي عملوا جمعيات منظمات وإلى حد اليوم، والمشكل متاع حالات الانتحار هذه ما زالت مطروحة في اليابان. فهل ولد مايوي هيروشي حسب رأيك أنت ليقتل؟ نستنى تعليقكم، وإحنا ملتقانا إن شاء الله الحلقة الجاية. ليتكم زينة. إلى اللقاء.